طريقة لف الماتور من البداية للنهاية. الطريقة هي أول شيء بعد تحديد عطل الملف يتم قطعه بهذا القلم والمطرقة. بعد ما تقطعه ترفع القطعة هذه راح يظهر عندك السلك مقطوع. فتستخدم بالحالة برغي وتطرقه من هنا كلهن، راح ينزل عندك الملف ويبقى الاستيتر. بعد ذلك يتم رفع العوازل القديمة وتبقى بس القطعة الحديدية. هذا هو السيم المقطوع، هذا الملف هو القديم هذا كامله. فاحنا شو راح نسوي هسه؟ نرجع العوازل الجديدة داخله حتى نكمل اللف. بعد ما يتم عزل الملف بالكامل، العوازل لازم تكون لا عالية ولا ناصية ويا الاتجاه هذا مالتهم حتى ما يأثر عندك. ونحضر الأغطية مالته، ونحضر الأسلاك مالتنا، هذا الرننج 4 أقطاب وهذا الستارت 4 أقطاب. نجي نبدي بداية مال اللف. دائما اكو بداية للملف، هاي البداية تبدي تكون باتجاهك والنهاية تكون بالاتجاه البعيد. ترك 3 خانات بالنص للملف البدائي. العدد مالته 90 أو 95 لفة، 0.50 يعني قياس 25. 3 أقطاب كليتها، البداية تكون باتجاه والنهاية تكون باتجاه آخر. فهسه راح نكمل وياكم. هذا يسمونه اللف المتداخل، يعني خانة مكان خانة بالداخل مالتها. دائما بداية واحدة، هاي البداية ونهاية واحدة باتجاه واحد. راح نكمل الماتور كله وبعدين اعلمكم شلون نقاطع الملفات. بعد ما تكتمل الملفات، كل ملف ذي بداية ونهاية، بداية ونهاية، بداية ونهاية، بداية ونهاية. نختار اول كويل، ناخذ نهايته ونهاية اليمة هذا، ونسويها عقدة ونهاية بداية الملف هذا ويا بداية هذا الملف ايضا. ونهاية هذا الملف ويا نهاية هذا الملف تطلع عندنا بس خطين كهرباء، خطين فقط، وتنتهي المشكلة. هاي حتى يصير توصيل بين الملفات. هنا ملف البدء راح يكون قياس 29 عدد 140 عدة، مجموعة بمجموعتين وراها راح تجينا هنا 2 × 2. بس نكملها هنا، كملت المجموعة الثانية، يعني راح يكون عندنا مجموعة واحدة ستار ومجموعتين وراها تجينا مجموعة واحدة هذا الفراغ المتروك لها، وهكذا تستمر. بعد ما يكمل الملف البدائي يتم تقاطعه بنفس تقاطع الملف الرئيسي. هسه راح تسوي عملية البندجة، راح يشيل ضب الأسلاك كلها حتى نشغله.